في البحرين مولود حكم عليه بالموت، وفي لبنان وقفة حياة فلسطينية لبنانية مشتركة رفضاً لورشة البحرين وصفقة القرن بدعوة من حركة حماس. نحذر وننبه إلى أي تملص من هذا الالتزام اللبناني تحت إغراء المال في صفقة العار. شكراً لموقف لبنان الثابت برفضه صفقة القرن وورشة البحرين الخيانية، وهذا أيضاً رفض للتوطين والتهجير. مشروعكم فاشل مردود عليكم، الدنس لن يغلب المقدس، النجس لن يغلب الطاهر. ستسقط هذه المؤامرة، سيسقط قرنكم إلى مزبلة التاريخ. باحة مقر الإسكوا في بيروت ضجت بصوت واحد لا لبيع فلسطين. ومن مقر الأمم المتحدة في بيروت إلى أمام مبنى القنصلية البحرينية، لا إضافية من بيروت لورشة البحرين ولصفقة القرن. وهنا الدعوة من الجبهة العربية التقدمية والحزب السوري القومي الاجتماعي. جئنا نقول باسم شعبنا أننا نحج ونحتج إليك أيها الشعب، ونحن لا نعول إلا عليك في استعادة حقوقنا القومية. هذه الوقفة هي تضامن مع شعبنا في فلسطين، هذه الوقفة هي إدانة بالخيانة. سقطت اتفاقية الذل قبل كتير ساعات، المنامة مشروع تجاري رح يأفلس قريبا. الصفقة كصفقة سقطت في مهدها في بالمبدأ، ولكن أي محاولة لإعادة إحياء هكذا صفقات ستواجه في الشارع وبالبندقية كما قلنا. وحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى وطنه الأم. بسواعد الشعوب العربية ستبقى فلسطين وتسقط الصفقات بإجماع المعتصمين. غراسيا بيطار، بيروت، الميادين.